فيه؟ وزع! لحظات الوداع عجيبة غريبة يا سلام يا شيخ. أعوذ بالله يا ابن بسم الله الرحمن الرحيم. معي روعة من يوم من يده فمن الله الله يوفق. والله لو غير ان فيه لحظات وداع وتعب اني لفر عليك الضره اللي ما تنسى. ترى يقول لي من يوم سولف معه ابى اسوي الحركه. انا عارف انه كله سوي ياكل. الله يمسيكم بالخير. شكرا اهل حايل على الكرم والحفاوه والاستقبال. شكرا على كل شخص اعطانا من وقته وقابلناه وتشرفنا فيه. ونعتذر من كل شخص ما حصلت فرصه ان نقابله لانه الوقت بصراحه جدا ضيق. تجربه حايل بالنسبه لنا جميله جدا، يعني صار غلاها مثل غلا المدينه بالضبط. فنشوفكم على خير ان شاء الله. الياس وش بدك تقول؟ ايش رايك بتجربه حايل؟ والله تجربه حايل مره اول مره. اي والله اول مره احبهم واهل حايل مره عجبوني كذا. واحس انهم كذا يا اخي فله وان شاء الله يعني في زياره ثانيه. استقبال. وبعد بقول حاجه ضروريه، سامحونا الناس اللي ما قدرنا نقابل. صحيح. اي والله، واللي اتصلوا من كثر الاتصالات والله انه بس اعذرونا بس. طيب ما تعدى كلام ابو يارا والله، اقول الله يكثر خير ويجمل حال. عندهم حاجه حلوه يا ولد. وش هي؟ تجهيز الرحلات، عطهم الموقع يجونك يفشون لك يضبطون لك. يا ولد محظوظ. شيء انت ما لحقت على ونسات. على ونسات هذه كلها انا ما لحقت عليها، انا لحقت على ايام يا ربي لك الحمد. ايام حلوه. ايام حلوه بس فيها جهد فيها تعب. ها. تجي للطلعه انت تحسك تفكر في العشاء، والله تفكر في السوالف، همك في المراكي هذه والفرش. لا جيت بتمشي يلا يا ولد تعال يا ولد، والفانوس هذاك تخبره ابو فتيل كاسره كاسره ضم تضرب وحلق. والكارثه الزياده تعرف وش هي؟ وش؟ اذا في عرس. عرس اقوى. اي الناس مستانسه وانت همك في الخيمه تطلع في الخيمه. كيف يشيلها بكره الصبح؟ الا على السلامه يا شباب. الله يسلمك يا صاحبي. النوم ذبحك ابو يارا. اي والله رقدت. الله يسلمك يا صاحبي. خذ اغراضك يلا. لا انزل وبنذب الفنجان، الفنجان والي. هاي ابو يارا. فنجان يا ولد. اقول انزل. الفنجان مالي من الربع. اسبوع لا تشوفك عيني. ما هي لك يا ابو يزيد. خل اشوفك. ها؟ الخير ان شاء الله والله. استانست بالسفرة؟ والله ايوه استانست. تعلمت؟ اكتسبت شيء؟ والله تعلمت. وش؟ اقسم بآيات الله تعلمت اني ثاني مرة ما اسافر مع راعي الطيب. اتعلمت انه لما اسافر سفرة انتبه على الاغراض عشان ما تنصري. وتعلمت كمان انه لما اصحى من النوم ما اشرب قهوة على طول. وتعلمت انه لما انا كنت ماسك دايت كنت في نعمه لانه الحمد لله اكل صحي وما بطني ما قاعد تعورني. يا اخي تعلمت مره اشياء كثيره، تعلمت كيف اتكلم مع الناس كنت ما اعرف اتكلم، اتعلمت كيف اسلم. يا اخي هاي اللي سلموا واحد اثنين خلاص عندنا واحد اثنين ويمين ويسار. يا عمي انا بعد كذا والله بعتمد السلام حق اهل حايل. اقسم بالله الله يوفقك. اي احد بيقابلني يسلمني زي اهل حايل.